مشاهدينا الاعزاء، صباح الفل عليكم. يلا بينا على طول نبتدي رحلتنا السعيده ان شاء الله، ونتعرف على الاسرتين اللي معانا. طبعا حالا 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 هنبتدي على طول نتعرف على بعض، وبعد كده هنقعد نلعب وهنعمل مسابقات ونعمل تحديات وهنحكي حواديت وهنغني اغنيات، وكمان هنطبخ طبخات وحاجات حلوه جدا 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 زي ما احنا متعودين. بس انا بقى ايه داخله النهارده كده متحمسه جدا للاسرتين اللي معانا، فعلى طول نتعرف على اول اسره ونقول الو. الو، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ علي. علي عندك كام سنه؟ 6 سنين. طب ما تعلي صوتك كده علي، انت لسه ما صحيتش ولا ايه؟ ده انا صوتي رايح، انت صوتك موجود. يلا علي صوتك، قول لي 6 سنين. 6 سنين. ايوه الحمد لله علي عنده صوت قوي. ماشي. واخت علي؟ انا اسمي ساندي وعندي 10 سنين وفي سنه رابعه. ايوه صوتي عالي لوحده، مش هخلي حد يقول لي حاجه. ماشي. ماما. نور. اهلا يا نور. اهلا بحضرتك. حضرتك تشتغلي؟ لا. اوكي، واخده بالك من علي وساندي؟ طبعا. ربنا يعينك. ميرسي. جايه تلعبي بقى معانا النهارده؟ جاهزه؟ جدا. ماشي يلا بينا. بابا؟ حسين. حسين، انت علي حسين؟ اه. ده ايه اللذاذه دي؟ علي حسين وعلي حسين. علي حسين وعلي حسين، ماشي اوكي. استاذ حسين بتشتغل ايه؟ محامي. محامي، اوكي ماشي. الاسره الثانيه بقى اسره الاستاذ؟ ليس. ليس ولا ليس؟ ليس. ولا ليس؟ ليس. لا، ايه الفرق بين ليس وليس؟ عارف؟ يعني ايه ليس؟ الاستاذة؟ آن. ايه الاسامي الصعبة دي يا ماما؟ ليس وآن، ماشي. عندك كم سنة يا آن؟ 8. اوكي ماشي، شخصية قوية انت. وانت عندك كم سنة يا ليس؟ 7. فرق بينهم سنة؟ يعني هي 8 and half. اه ماشي، سنة ونص. اوكي ماما؟ دينا سيد. دينا، ازيك يا دينا؟ قولي لي بتشتغلي؟ لا، باخد بالي من الولاد. باخد بالي من الولاد. انا اللي باخد بالي من الولاد بالظبط. طب هو ليه ليس وان اساميهم صعبه؟ بصراحه مش انا ده وائل. استاذ وائل، ازيك يا استاذ وائل؟ صباح الخير. الحمد لله. صباح النور. ليه اساميهم صعبه يا استاذ وائل؟ اسامي غاليه عليا شويه. يا حبيبي اوكي. ربنا يخليهم لك يا رب. حضرتك بتشتغل ايه؟ موظف شركة بترول. اوكي، هل انتوا جاهزين عشان نبتدي رحلتنا؟ جاهزة. ايه ده، حلو قوي الحماس اللي عند ساندي ده. طيب نبتدي رحلتنا؟ يلا. الله على الحماس. طيب ما دام بقى في حماس كده وابتدينا بقى يبقى في انرجي، انا عايزه بقى اشوف كل اسره عارفه بعضها قد ايه، وانتوا نفسكم ايه معاشرين بعض كده وعارفين عن بعض معلومات قد ايه. اوكي؟ جاي. يا ولد. استاذ حسين، قول لي علي بيتفرج على ايه دايما في التلفزيون؟ الكرتون. ايه كرتون ايه؟ بيحب دايما اللي هي الانيميشن. ايه بقى، حاجه معينه؟ لا، اي حاجه فيها عرايس بتتحرك، او يعني ايه، ما بيحبش الكرتون بتاعه. لا، بيحب الحاجات العرايس، الحاجات اللي هي فيها فكر اكتر. ده حقيقي يا علي؟ يا علي يا علي يا علي، شفت قلت لك علي يا علي يا علي، حقيقي؟ ماشي اوكي. استاذ وائل، ليف مين البيست فريند بتاعه؟ اقرب صديق فيه؟ صاحبه اسمه سيف. برافو. انا عارفه ان انت هتبقي عارفه. فرحانه جدا انه عارف بجد، فرحانه. وده حقيقي صح؟ طيب ماشي، حلو قوي. دول فرحانين قوي ان انتوا عارفين. جدا، اصل يعني دي حاجه أوي. يعني دايما الابهات ما بيبقوش عارفين حاجات صغيره دي. لا ما احنا بقى، فانا مبسوطه انه عارف. لا ده انا هفاجئك، يا ريت. انت هتشوفي انهم عارفين حاجات كتير. هنشوف. انتوا احنا بنقضي وقت حلو مع بعض صح؟ ولا ايه؟ ولا مش دايما في شغل بقى كتير وكده؟ يعني حبه كده شغل اكتر. يا سلام يا ساندي، والنبي جايه رحله سعيده قوي ساندي والله. طيب يا ماما، قولي لي اكتر حاجه بتنرفز ساندي من صحابها. التنمر. التنمر يا ساندي؟ لان هي لسه حكيه لي موقف امبارح، بتقول لي يا مامي شفت حد كان بيضايق زميلتي في المدرسه في حياتي، فروحت جبت لها عصير. يا مامي انا كده غلطانه بالمصروف؟ لا طبعا. ايه ده يا ساندي؟ ايه ده، والله العظيم شاطره جدا. طب ماما قولي لي اغنيه دايما اند بتغنيها ومعلقه معايا. هي مش أغنية، هي عشان بتلعب بابجي وبتحبها جدا. نعم. يعني في أوقات معينة مش دايما. بابجي؟ أنا؟ جدا. إيه يا ماما؟ أنا نفسي ما بعرفش ألعبها، بس ما هي مش عايزين نلعبها أصلا. ما هي ده بابي بقى، مش إيه أنا. إيه يا بابي؟ هو بقى اللي عمل كده. أوكي، طب عادي ولا إيه؟ عادي. عادي؟ ماشي. اوكي. بس اكتر تيم تقريبا بتحبيه بلاك بينك. بتحب الاغاني بتاعتهم. ماشي، يعني نطلع بحاجه من اللعبه اللي انا مش حباها خالص دي، بس ماليش دعوه النهارده، هنلعب وهنتبسط بس. اوكي ماما قولي لي ايه اكتر حاجه علي بيحب ياكلها؟
اكتر حاجه العدس. العدس بجد يا علي والنبي بجد ده جميل قوي. الله يا حبيبي. ماشي ماما قولي لي ايه اكتر حاجه ليس يعني اكتر لون بيحب دايما يلبسه هو؟ بصي بيبص لك ازاي. ها مش عارفه بس هو يعني بيحب كل الالوان. لا ما تقول لا ما تقول لا انا ما تقولهاش. غششني غششك. ناخد منها ايه؟ ابيض. ما مش عارفه. لا اصل هو عنده كل الالوان وبيحب يلبسهم كلهم تقريبا عشان انا اللي بطلع له ما بيبقاش عايز يزعلني. ماشي ده جميل قوي. انتوا جمال قوي النهارده. طب الاضاءات بقى عشان نتفاجئ مره كمان. ايوه بابا ايه اكتر حاجه ساندي وعلي يتخانقوا عليها؟ اللعب. ايه بالظبط؟ ممكن مثلا البازل. البازل ده بجد يا ولاد؟ اه انت متفاجئه ولا؟ لا ما في حاجه ثانيه هو خايف يقولها. ايه؟ لان هو شريك معاهم في الحاجه دي. فري فاير. ايه فري فاير؟ ما احنا جايين بقى ايه ببجي. طب احنا عندنا فري فاير لازم. ايه ده؟ ايه يا امهات؟ ده مش في كل الاوقات. ده مش لا بصراحه مش في كل الاوقات. انا عامله نظام. اوكي ماشي يعني عندنا ممكن اتخانق معاهم عليها. يا حبيبي اوكي. استاذ وائل عايزين نفاجئهم. ايوه قول لي بقى ان المدرسة بتاعتها بتاعت الإنجليزي اسمها إيه؟ بابا. بابا. ما تغششيش. أنا عندي اتنين. عندي اتنين. ميس رانيا؟ صح. أنا عندي اتنين. اتفاجئتي ولا ما اتفاجئتيش؟ اتفاجئتي. إحنا اللي بناخد منه الفلوس والحاجات فلازم يبقى عارف. ماشي أوكي. يعني مش عارف أسامي. لا 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 اديله كريدت. لا خلاص ماشي اتفاجئت. لا طيب انا من رايي ان احنا نوقف تعارف عند الحته دي ونخش على طول في موضوعنا ونبتدي على طول واحنا واقفين كده اهو.